مرحبا بكم من جديد، أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وبعافية وأنتم بتشاهدوا الفيديو. مسلسل العميلة السرية الذي هو في الأصل مسلسل الحب الخادع الجزء الثاني، ويعرض حاليا في العالم العربي على قناة NBC بوليوود. المسلسل مهدد بالإيقاف، والسبب توقف سوف تعرفونه في هذا الفيديو. مصدر المعلومات الموجودة في هذا الفيديو من مصادر جد موثوقة، وسوف تجدونها أسفل في الوصف. حسب موقع إنديا فوروم الذي يعلن كل أسبوع عن نسبة مشاهدات المسلسلات الهندية في الهند، صدم متابعيه بالحصول المسلسل الهندي الحب الخادع الجزء الثاني على المرتبة قبل الأخيرة بنسبة وصلت إلى 45% من التخفيض، وهذا الأمر لم يسبق له أن حدث في تاريخ المسلسل. المسلسل حاليا معرض للإيقاف في حالة حصوله على المرتبة الأخيرة. هناك أخبار أن كل من ديب وآروهي أبطال المسلسل الهندي الحب الخادع الجزء الأول سوف يظهرون في الحلقات القادمة من المسلسل بهدف رفع نسبة مشاهدته. منتدى مسلسل الحب الخادع الجزء الثاني لم يصمت على ما حدث، ونشر البعض منشورات تحفيزية تطالب من عشاق المسلسل دعمه ومشاهدته على التلفزيون من أجل رفع نسبة المشاهدة وحتى لا يتم إيقاف المسلسل. منشورات المنتدى وصل بعدها إلى 100,000 مشاركة يطالبون بدعم مسلسل الحب الخادع الجزء الثاني حتى لا يتم إيقافه. ننتظر في الأسابيع القادمة ارتفاع نسبة مشاهدة المسلسل أو إيقافه. في رأيكم هل سوف يتم إيقافه؟ انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.